يقدم لكم هذا البرنامج برعاية جوفامين. جوفامين مكملات غذائية ترافقكم في الجمال والصحة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كاب دو فيغ. مع بنت مية. مع بنت مية سعر ونوعية. رمضان كريم مشاهدي قناة النهار، عدد جديد من برنامج تشالنج كوك، البرنامج اللي تشوفوا فيه الناس تحبوهم وتتابعوهم على شاشة التلفزيون باش نكتشفوا مع بعض مهاراتهم في الكوزينة. رانا في ووديفاي وضيفتنا النهار اليوم اكتشفناها في رمضان اللي فات في مسلسل الضمة وعين الجنة، وهذا العام راح نشوفوها أيضا في البراني، فهلا راح تكون شاطرة وتكمل التشالنج ديالها النهار اليوم. معايا ومعاكم ليديا شبور. ضيفتنا لينها اليوم شطرة في التمثيل وتتقمص الأدوار تاعها مليح وقدرة تفرض روحها في الساحة الفنية. هي ليديا شبوط، خريجة الفنون الجميلة ومتحصلة على شهادة في الإخراج السينمائي من باري. هاد العام شفناها في مسلسل البراني ودار الفشوش، وهذه المرة راح تكون لها مشاركة في تشالنج كوك، وين راح تكوني في تحدي جديد وراح تدخلي يا ليديا للكوزينة وتورينا حنة الديك، وشكون يعرف بالك راح تكوني عروسة 2024، ونشوفوا عروستنا إذا شطرة في الكوزينة كما شطرة في التمثيل. ضيفتنا لها اليوم ليديا شبوط، مرحبا بك معنا وصحة رمضانك. مرحبا بك ويعطيك صحة. صحة رمضانك شيماء، يعطيك صحة الاستضافة، جئت باش نطيب معك. قولي لي ديجا، انت شاطرة في الكوزينة ولا؟ يس شاطره ما تخافيش. ولكن كيما شفناك في الدماج ما تخليش كوزين. لا لا، يلفو كومبروند كو سي دي بيرسوناج كون جو. لا لا، نحب الكوزينه ونحب طياب. المهم باش نفهمك برك في لو كونسيبت، عندك دو تشالنج حاضرين اليوم، زوج لي تشالنج في وقت وجيز جدا، وعندك 3 جوكر تستعمليهم. دقيقه، شحال وقت وجيز؟ دوك شوفي، دوك من دوك غير نبداو الكوكينغ، يبدا الديكونت ديريكتومون في الفلاك. بصح لازم نعرف شحال عندي. لازم تكوني تري رابيد، لازم تكملي في الوقت. وثاني عندك 3 جوكر في هذا لو كونسيبت. عندك الوغ لو بروميير جوكر انك تستعين طبعا مكالمه، سي ديبون تكلمي صديق ولا فرد من العائله باش يعاونك. وعنده دقيقه باش يعاونك، يعني با بلوس. وعندك دقيقه واحده اخرى تشوفي جوجل. وعندك ثالثيم جوكر اني تستعيني بالمقدمه باش تعاونك. جو تو دي كونساي يعني. خلاص يعطيك الصحه. نبداو. عندك اسئله واحده اخرين، عندك كل مره عندك اسئله باش تحصلي على حاجه اللي طيبي بها. قبل ما نروحوا للاسئله، قولي لي دابخي لي زانغريديون شنو هو لو بلان اللي راح طيبيه اليوم؟ شوفي، انا كي شد ديجا الفيون داشي مع البولي، جينيرالمون حنا كي نطيبوهم ما نخلطوهمش. تما راهي تلفت لي شويه، مي على حسب فيها تقليه. تما سور البيض جاب لي ربي ان جور دو طاجين. ان جور دو طاجين ديجا هكذا، طاجين ما على باليش واش من طاجين. بون نستحق نقول لك متوم، بصح المتوم انا ما نديرش فيه الدجاج. كاين طبق، بصح كاين طبق جزائري يقولوا القاضي وجمعته، يجمع بين الدجاج واللحم ولا الفيون داشي. انا شوفوا توسكي قاضي وجمعته، هذا جامي سمعت بهم شيما. انت من النوع اللي تاكل هيلثي ولا تقدري تاكلي تراديسيونيل؟ انا يقولوا لي بزاف طيبي كي القور. تسمى لا بصح ماشي با ان كومبليمون باش نتفاهم. برك ما نطيبش بزاف طواجن نيتو سيتو، نطيب توسكي شغل عفايس خفاف. من اليوم راح تحبي طيبي كي الجزائريين وكي العاصميين. يلا خلينا نبداو الان. أوكي. باول سؤال باش تربحي الليجره ديالك. اوكي. كلمه مالا، كلمه مالا مالا استعملها الرومان باش يشير الى فاكهه بكري. ماشي تفاح ولا البرتقال ولا الموز؟ مال انا نسي نخدم لا لوجيك تاعي. مالا فوالا، روحي بلا لوجيك. برتقال جو بونس با يعني. لا زيدي قولي لي البنان جي فون دوكا تبقى لك بين اللي انا نعاون فيك. خلاص تفاح.
برافو. دونك دوكا عندك اول حاجه راح تبداي بها هي الطنجره اللي راح تطيبي فيها. لماذا كاين اسئله واحد اخرين باش تربحي بيان سور الدجاج والسمن لا سويت. دونك خلينا نشعل لك قبل تسخن الطنجره ديالك. يلا فوالا. ثاني سؤال باش تربحي السمن والدجاج باش تقليهم عن يقول سؤال ثاني يقول لك شكون هي الدوله اللي تنتج اكبر عدد من البابايا؟ المكسيك، الهند ولا البرتغال؟ الهند. كاجب عندك ثقافة ثقافة عامة عندي ما تخافيش عليا. انت من النوع اللي تثقف اكثر من اللي تطيب زي صح؟ لا لا للزوج. يلا تفضلي. يلا نقصلها. ايه ودي فاي كل شيء لا نوفل تكنولوجي لازم كل شيء بالاخر ماشي كيما احنا ولفنا على. اعطيني برك بابي سكوت اللي قدامك. ميرسي. هاكا فوالا. بعد ما تخلي الزيت اتون افي واش ديري؟ بعد ما تخلي الجاف ديالك نزيد له البصل. سافا يلا دركا ثاني ثالث سؤال باش تربحي البصل وتكملي به بيان سور القليان ديالك. ما هو نوع الجبن اللي يستعمل في حلوى التيراميسو؟ ماسكاربون، موزاريلا، فرماج بلون. ماسكاربون ماسكاربون. صافا صافا. فاسيل كامل. يلا. شوفوا اللي يجي هنايا نكتشفوا اسكو من النوع اللي يتحرق ولا لا. لا انا نتحرق، انا شغل الزيت يحب يجي لعندي. رميت الدجاج طار الزيت ماشي لافو تاعي وانا ماشي مول فندير بزاف الزيت تما طار عليا وحرقني مي بون صوبيت صافا. يلا ديري البصل ديالك باش تقلى لك يطلق البنه. تما هكا ما نسحقش جوكر هاكي تبيعي لي بال هكذا مازال هذا سعر. شوفي اسهل حاجه نطيبوها في الطواجن الجزائريه هي نقليو الدجاج ونحطو البصل. اي والله هذه اسهل اسهل حاجه من بعد هنا يبدا الصعب. درك عندك سؤال واحد اخر. قولي ديجا هل تعرفي الطبق اللي راكي طيبيه فيه؟ نو كذب عليك. طبق يقول طبق واسمه طبق واسمه دار عمي. دار عمي اوكي. قالت لي طاجين دار عمي انا جامي طيبته جامي سمعت به سي لا بروميير فوا نسمع به مي حتى لا فان تاع لي بيس باش عرفت شنو دوكا سي بون جو كومبرون بيان نو تراديسيون اي نو بلا اوسي. هو طبق عاصمي 100% يجي فيه لا فيون داشي كيما راكي تشوفي ويجي فيه الدجاج مي اتون افي هكذا كيفاش تجي لا فيون داشي مع الدجاج؟ اونيتمون جو بونس كو هكا حتجي دي بولات كي بدينا نطيبو في الدجاج تما راح يجو جونغ دي زاكومبانيومون تاع لي بولات دو فيوند. انا نذكرك بلي عندك دو جوكر واحد عندك تخوا جوكر يعني عندك الجوجل عندك لابيل تيليفونيك اللي تقدر تستعيني بصديق ولا بفرد من العائله وعندك انه المقدمه تعاونك دونك تختاري من لي جوكر باش تقدري تعرفي هاد الطبق فاش يطيبوه. دوكا نبدا دوكا باسكو سينو ما عندكش حل اخر كيفاش حتعرفي كيفاش يطيب دار عمي. خلاص مالا نستعين بجوكر جو في ان ابيل تيليفونيك لطاطا نوال. يلا تخي بيان نبداو دركا نستعملوا لابيل تيليفونيك. حبت تختار اول جوكر في حلقه اليوم هو لابيل تيليفونيك باش يقولوا لها كيفاش راح طيب دار عمي. اول جوكر هو الاتصال الهاتفي بمن راح تتصلي قبل؟ راح نتصل بطاطا نوال فرد من العائله تاعي. يلا باش تعاونك اليوم عندك دقيقه واحده في لابيل تفهميها وين راكي واش راكي ديري واش تحكي من عندها. الو الو واش راكي طاطا نوال صافا؟ الحمد لله الحمد لله وانت ياكي بخير؟ الحمد لله طاطا نوال. شوفي طاطا نوال عندي دقيقه برك باش نهضر معاك راني في ايميسيون سمو تشالنج كوك في النهار تي في ونسحق دوكا تعطيني كيفاش نطيب طاجين دار عمي لا تعرفيه. ايه نعرفو بيان سور طاجين دار عمي. ايه صح دوكا راني بديت قليت الدجاج والبصل وقعد لي مع باليش واش ندير الباقي كاع. درتي لي زيبيس فلفل الكحل الملح شوية قرفة فلفل الكحل ملح شوية قرفة. ايه اوكي شوية سمن درتي سمن يتقلى حميصة. الحميصة نخليها تقلى مع مع الفلفل الكحل. ايه مع البصل الاول كامل خليه يتقلى مع اللحم ولا الدجاج واش درتي؟
يتقلى مليح مرقي باسكو عندك دقيقه برك فهمتي مرقي ومن بعد عندك لا فارس لا فيونداشي لا فارس لا فيونداشي ايه لا فيونداشي باش ديري هذوك السبعيات تاع لا فيونداشي اللي تعمل لا فارس لا فيونداشي شوفي ديري لا فيونداشي ديري شويه بصل شويه شابلور معدنوس لي زيبيس واش ديري في لاصوص واش ديري في لا فيونداشي هاي خلاص ما خلاص الوقت سمحتي انت هاي سيبا شكرا لك تاتا نوال سيبا بسلامة بسلامة شفيتي على اللي زيتاب اللي مديتهم لك شوفي شفيت دوكا قاد جاب لي ربي فالي نزيدو لي زيبيس قبل ما نمرقو لا لا ولا ابخي نورمال 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 سا باس نورمال لي زيبيس سا باس بون قالت لي ديري فلفل الكحال يلا هاد لي زيتاب باينين يا ربي نشفى يا ربي نشفى شويه قالت لك كامل لي زيبيس قالت لي القرفه قالت لك وشويه قرفه اه فانت كي سمعتي اخر نديرو شويه قرفه كوم سا سي ديجا سوفيزون يلا ابخي ومانيش عارفه الا نزيد واش قالت لك العفسه اللي لازم تزيديها باش تقلى معاهم باش تتقلى واش قالت لك حاجه الحميصه 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 فوالا صاي تري بيان تري بيان دركا باش تروح تو بريبار لا فارس تاع لا فيونداشي ديالك بون بسم الله عندك ان اوتر جوكر اللي هو انك تستعملي اصبر باش ندير لك ديري لو بلان دو طراي ديالك سي ايتي لو دوزيام جوكر هو انك تستعملي جوجل باش تزيدي تعرفي اكثر واكثر واش عندك تديري خلاص اوكي يلا بالتفاصيل تري بيان لا ريجي معليش تعطوني تليفوني اليوم اذا شفتي على الطبق هذا ودرتيه بطريقه صحه لازم تعاوديه في رمضان خلاص هذا نخليو لك كامل الايام الباقيه اللي بقات من رمضان لازم تعاودي فيها الطبق هذا اوكي انا دخلت نشوف الوغ كذا حمص معدنوس شحال عندي الوقت دقيقه عندك دقيقه في جوجل دقيقه برك 60 ثواني هي اللحم الفرن في وعاء 500 إضافة للثوم الثوم كاين ثوم هاوليك الثوم اها يلا ثوم عشان نص حبة بصل عمك ما خليتش البصل كاين دوك نعطيك البصل اها كاين البصل ثوم ثلاث ما اوكي هاوليك الثوم باش تنقي اصبري نعطيك باش طيب اوكي هاولي وفرنا لك كلش خدمي برك طيبينا برك خلاص الوقت باغ كونت بعد طبخ خلاص الوقت حطوا الاوراق خلاص خلاص الوقت حطوا الاوراق ساي 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 جمعوا الاوراق سي بون ساي سي بون يلا خلاص سي بون 60 سكوند خلاص لابيل وانا ما سمعتش مليح طاطا ناول ما سمعتهاش كاع مي سافا شفت حكمت شويه لي روبير اون بليس جوكر تاع جوجل عاوني شويه اونكور دوكا آلاز دوكا نقدر نطيب ما عندكم ساهل أنا كنت دوكا ساهل كي استعملت لي دوكا ولا ساهل يلا اسمحي لي انا نحطوا اللحم المفروم سيداتي 500 غرام نزيدوا له شويه بصله نص بصله شويه ماشي بزاف هكذا نحركوا نزيدوا له شويه قصبرة أو معدنوس سيدتي معدنوس أنا في أنا نتخيل في أنا نتخيل في النساء اللي راهم قاعدين يشوفوا فينا والأمهات اللي قاعدين يشوفوا فينا ويقول لك هذه وش راهي دير لا لا القصبر الحشيش لا لا القصبر هو المعدنوس ولا القصبر الحشيش والمعدنوس وشنو بنتي المعدنوس البيرسيل يعني والحشيش هو القصبر اه والمعدنوس عنده اسم واحد اخر جون سوي سيغ نو المعدنوس ملي نعرفه هو اسمه المعدنوس عنده اسم واحد اخر شغل كيما قصبر الى قباتوا لي باتوا لي في انستغرام على بالي بلي مانيش غلطه ما فهمتش كيفاش تفرقوا بين القزبر والمعدنوس جامي قدرت نفرق بيناتهم ميم كي ما في يخرجوا لي دي فوتو هكا تاع زعما كيفاش عامل القزبر كيفاش عامل المعدنوس الريحه داكور مي جامي القزبر على بالي بلي الحشيش مي المعدنوس على بالي بلي عنده اسم واحد اخر صافا تو فا بيان
هكذا نحركو ونزيد باش تلمي دوكا الفيونداشي ديالك. جاب لي ربي هنا كاين لافارين، لافارين كومبليت. لا 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 شابلوغ، مي انا قريت لا شابلوغ، مي دوكا مادام ما كاش لا شابلوغ ندير لا لا باش طمي، معليش باش طمي لافارين ولا شابلوغ بالبيض. فوالا فوالا يلا صح صح، القليل من الغباء احيانا. يلا نسيت البيض، نسيته باسكو نورمالمون صح تلاي مني به، مي نسيته صاريف اوني دي زوما. خلاص دوك اون فافير دي بوليت، مي افون انا مول فان ندير الوراق تاع الرند لداخل، مي جو سي با اسكو سي افون او ابري ما ندير لوخر، مي نديرهم دوكا، ندير وحده دوكا ونزيد وحده ومن بعد. كي كيغلطوا عاده الضيوف ديالنا في البرنامج الاعداد يتقبض عليهم في الاخير، تما واش دير روحك؟ تما غلط ما على باليش، هذا مجرد هذه نقول لك برك. بصح انا دوكا انا ندير الروند باش نبنن لاصوص. حقك يلا تفضلي. خلاص نطلق وحده ومن بعد نزيد نطلق وحده. عباك بلي الانسان بطبيعته كارنيفور. دخلت لنا في الطيب تاع الكور كيما قالت لك، طيب كيما الكور. لا لا باسكو صح، يعني الانسان حنا نورمالمون لو كان نتبعوا لا ناتور هومان، الانسان يقدر ياكل لحم خضر ما يدير له والو، مي باسكو كنت تبعي كيفاش كنا بكري كنا نصيدوا الحيوانات وناكلوهم في الانسان البدائي. ابخي كيحبس الانسان هاد لاكتيفيتي وتطور. انا راني نسمع فيك وراني نعاون فيك، ولكن عندك تايمينغ باين، عندك تايمينغ 26 مينوت باش ديري لي دو تالنت. بون لو كان ديروا شويه لي ريغوشيغ تعرفوا بلي لي زومان اوني دي كارنيفور دو باز، تما حنا ناكلوا اللحم، وكون مع مرور السنين تبدلت اور دايت اللي هي الحميه الغذائيه تاعنا ولا لا توليرونس تاعنا للحم النيء نقصت، ماشي كما بكري تبدلوا بزاف عفايس في الكوخ تاعنا. ميرسي شيماء اللي ما خليتينيش نكمل لك هذه الحكايه. مالا نرمي هديه اللي راهي واجده، نعطيك باش ترفديهم. فوالا نحطهم بونسي، نحطهم ديريكتومون ونزيد هذه الثانيه بهذه الطريقه سيداتي. كيفاش يقلوا بون لازم نخليه دوكا يطيب شويه ونقدر نزيد اون اوتر ولا وحده ما تشبه الخوت في ليبو. دوك المهم البنا ماشي شيماء مصباح يا تاتا كيفيه وحده ما تشبه الخوتها، قولوا لي يعني وحده فيكم تجيبهم سواسوا امبوسيبل ابار ميم الا استعملتوا الميزان، مي ابخي اون با لي زيتالي امبوسيبل. شوفي في الشبوبيه شبان وحده صغيره وحده متوسطه وحده كبيره، جيبي لي ميزان عطا يلا يلا شبان. شوفي غير تشكر غير في روحها في الكوزينه. يلا خلينا احنا نروحوا دركا مباشره للفاصل الصغير، نعاودوا نرجعوا مع الدوزيام تشالنج ونشوفوا لي بول ديالها كيفاش خرجوا. عودة لكم مشاهدينا دائما في تشالنج كوك مع ليديا شبوط. ليديا خلاص كملت لي بولات ديالها، كنت ضحكت شويه عليهم ما نكذبش عليكم في الكواليس. لا لا بالطبع صح صافا صافا لا لا وعلاه وعلاه هاكي خارجه فيا بصح ما عليه. يلا دركا باش تحط كيما قالت لك طاطا نوال تحطي لي بولات ديالك داخل في البرقه. اكزاكتومون حاولت هي ديرهم كامل حجم واحد، ولكن بيناتنا شكون في الدار زعما تحكمي المسطره وتبداي ديريهم كاع كيف كيف. لا عندها واحد زوج برك منفخين زياده على الاخرين. عينك ميزانك فوالا شفتي لها تاع الرند تاع من قبيله دوزيام اللي قلتي لي نزيد دوزيام. يعطي انا نشفى نزيدو انا مرحبا. قالوا لي بلي ما يديروش الرند في المرقه بيضاء الور كو انا نديرو بارتو، دوكا حبيتو تبعوني تبعوني، ما حبيتوش تبعوني ما ديروش المرقه بيضاء. ونحكم شويه الزعتر، قالت لك لازم نستعمل كاع لي زانغغيديون اللي راهم هنا. نحللوا لا غوسيت، نديرو نرموهم، انا نرميها بالاخر تاعها ومن بعد هي كي تطلق نحي هذيك الحطبه. فوالا هذا ما كان
نورمالمون سي بون نخلوها توجد. بقات لك غير لي طوماط سوريز ما استعملتيهمش انا في الطاجين. جاب لي ربي هذيك في الدريسينغ. لا لا غلافه مانيش عارفه. انا ما بانتليش بلاصتهم. هذه بلاصتها في الدوزيام تشالنج طبعا اللي راح نبداوه دركا مباشره وهو ميموزا. اوكي ميموزا سي ديجا قولي لي ساتو دي كيك شوز كيقول لك الميموزا. وي بيان سور لي زو لا ميموزا جوغ البيض وفيه التخيك الميموزا بالطون اي تو. ما غلطوش كي قالوا لها طيبي كيما الكور. باش تربحي الطون والفخوماج عندك اسئله باش تكملي العصارات ديالك. اوكي قولي لي يلا نروحوا لاول سؤال اللي راح تربحي به طون كاب دو فير اللي راح ديري به لاسالاد ديالك. داكور دونك اول سؤال يقول في اي بلد خدموا بيتزا هاواي؟ كندا، الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا. امريكا باسكو تبعتي هاواي. لا 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 استني كندا. كندا صحيح. هكذا كي تحصلتي على لو طون اللي تخدمي به اليوم على الصاله ديالك اللي هو كاب دو فير. دونك اون بلوس ما فيهش بزاف زيت دونك راح يساعدك تري بيان باش تلمي لا صاله ديالك. هيا تري بيان. دونك نفتح لك برك لا بواط. انا راني ما تقوليش ما عاونتنيش. لا لا يعطيك الصحه. قالت لي نعاونك ما عاونتنيش حتى استعملت الجوكر. وجوكر وشويه صحه شيماء ميرسي. لازم تكوني تري تري ديليكات باش ما ت خلاص انا والفني البيض كي تشوفي بديت بشويه دوكا صاي فوالا. سيداتي غلي مليح البيض تاعك باش ما يجيكش باش ما يجيكش ماشي طايب بزاف. فوالا تشيا لو طون هكذا نزيدو الفخوماج هكا ياك. دركا نزيدو لو فخوماج تاع موندور باش نكملوا به لا سالاد نلمو به كامل لو ميلونج تاعنا. جو بريفير نستعملوا لو فروماج موندور ولا نستعملوا الفروماج اون جينيرال كو نستعملوا لا مايونيز ولا دي بيكو جوين يكونوا ما فيهمش يعني ماشي صحيين بزاف سورتو في رمضان. داكور بون في كو لو فروماج لي سالي جو كرو كو ندير الملح ديريكت في البيض ابخي نزيدو الفروماج. يلا تفضلي ما ديريش بزاف باسكو يكون ديجا ديجا سي سالي. اون بلوس موندور فيه ادواق بزاف مختلفه وفيه حتى اللي نطيبوا به وحده واللي تقدروا به لي سالاد وحده. كل لا مارك دايره بزاف لي موديل وكل موديل عنده طيب ديالو وعنده معاه واش يطيب. يلا شوفي اذا نزيد لك بلوس. جاب لي ربي نزيدو تخي بيان من النظره الاولى نقول لك. فوالا قولي لي انت راح تعاودي هاد لا غوسيت في الدار؟ اوفيسيال اوفيسيال. يلا عباكم ما فقتش حتى وين جي كوبي لي زو وخرجت مركت بلي درتهم ماشي بالطول درتهم بالعرض خرجوا سمان مي معليش المهم في البنا. سيداتي غير بالعقل باش ما تخسريش البيضات ديالك. وما تعمريهاش كما راني عمرت هذه دكستها بزاف. فوالا فوالا. اسكو ديري دريسينغ في الاخر او با؟ اسكو ندير دريسينغ؟ الوغ شوفي في لي بلا تاعك دريساج فوالا قلت لك دريسي دريساج يا خاله دريسي بصباح وانا نقول دريسينغ ليلي دريسينغ تاع الحوايج دريساج تاع لي بلا. نسيت غلبني رمضان. طبعا نذكر كامل المشاهدين اللي يشوفوا فينا انه ووديفاي تقدم عروض استثنائيه طيله شهر رمضان لكامل الزبائن ديالها وفي كامل لي شوغوم ديالها. يضحك. دركا فهمتي علاش جبنا لا توماط سوريز باش تستعمليها في الدغيساج ديالك كما كنتي تقولي. دركا حنا نمروا لا كنت نقول دغيسي. معليش نعذروك الصيام راه غالبك رمضان سي بون. خلينا نمروا مباشره للفاصل الصغير ونرجعوا نشوفوا لو دغيساج تاع اللي ديال شبوت كيفاش رايح يكون.
عودة لكم مجددا مشاهدي قناة النهار، دائما في تشالنج كوك. ولحقنا اخيرا للدريساج تاع ليديا. ميرسي بوكو ليديا، شكرا اللي كنتي حاضر معنا. اي فرانشمون تا اسوري في الدريساج، شي ترو فيا خرج بزاف هايل. وتاع ميرسي بوكو على الاستضافه، باسكو اليوم تعلمت بزاف بزاف فايس. تعلمت من ليستوار تاع طاجين دار عمي. ابارامون سي لا بروميير فوا نكون في اون ايميسيون كولينير، كاول تجربه. سي ترو بيان، دونك ميرسي بوكو على الاستضافه. اي سي ترو فان. احنا بما انه كنتي شاطره اليوم، عندنا حق الملح بيان سور. كل مراه جزائريه لازم يكون عندها حق الملح في نهايه شهر رمضان. احنا كم جات عندنا اليوم راح نمدوا لها حق الملح ليديا. فوالا عندك دي كادو من عند ميلا كوزميتيك، ومن عند ديرماكتيف بيان سور. ميرسي، يعطيك هذه باش نشكرك على حضورك معنا، وبور كامل ليفور اللي قدمتيه اليوم في لا كويزين. ميرسي، يعطيكم الصحه. شكرا لك، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في مشاريعك في شهر رمضان ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعطيكم الصحه وصحه فطورك شيماء، صحه فطوركم كامل ليكيب وكامل المشاهدين. الوغ اللي تبعوني اللي يحبوني ما فاهمين، نحبكم بزاف، صحه فطوركم وصحه رمضانكم، ونتلاقاو ان شاء الله بروشان. بيزو. شكرا لك، شكرا ليديا، شكرا لكامل الطاقم العمل على هذا البرنامج، وايضا شكرا للي سبونسور ديالنا اللي رافقونا وراح يرافقونا طيله شهر رمضان، بدايه من لي كويزين وودي فاي طبعا اللي راهم يقدموا عروض استثنائيه في كامل الشغل ديالهم طيله شهر رمضان لكامل الزبائن ديالهم، وايضا فاكير الكتروميناجي وحتى بيلا ميزون للاواني كاب دو فير، وايضا لاله صالحه والجبن تاع موندا، وايضا رامي. ونقول لكم ايضا شكرا لكم انتم اللي تابعتونا، وشكرا شكرا جدا 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 لكامل الناس اللي راهي تابع فينا وتراسل فينا. وما ننساش طبعا كافطور نوغا اللي لبسني اليوم. صحه فطوركم وصحه رمضانكم. قدم لكم هذا البرنامج برعاية جوفامين. جوفامين مكملات غذائية ترافقكم في الجمال والصحة.